تمام. طبعا في الوايرنج من احد الحاجات المهمه جدا في انظمه الطاقه الشمسيه موضوع الجراوندنج. حد يعرف احنا بنعمل تقريب ليه؟ حماية من ايه طيب؟ بعض الشحنات تكون يعني عشان ما يكون نص بعض الشحنات هنا تكون زايدة لازم يكون لها. الكرم ده يبقى موجود فين؟ يعني هل الكرم ده يبقى اللي انا هعمل له حماية ده ممكن يبقى هو النيوترال مثلا؟ أو ده فيه مثلا سيجنال أو في طرف من الأطراف الفردة الحية اللي احنا بنسميها دي كهرباء لمست مثلا الشاسيه بتاع البانل دي وراح عمل ماس معين؟ أو يعني أنا بستفيد بالتقريض بكذا اتجاه. أول حاجة بعملها في التقريض إن أنا بفرغ الشحنات الكهرومغناطيسية إزاي. يعني ممكن تيجي تلمس مكنة مثلا معينة تمام تلاقي نفسك اتكهربت، في واحد يجي يلمس الكيسة بتاعت الكمبيوتر تمام يلاقي نفسه فيه تشك حصل، تعالى يا محمد شوف الجهاز يلاقي مفيش اصلا. فدي بيسموها الكتروستاتيك تشارج. طبعا هنا احنا في كل المشاريع، في كل المشاريع دلوقتي هتلاقي اي سوكت هتلاقي ليها ثلاث اطراف صح؟ زمان كانت السوكت دي ليها طرفين اللي هو مين؟ اللاين والنيوترال. فدلوقتي الطرف الثالث ده اللي هو الارض، ده بربط الارض ده بالاجسام بتاعه المعدات نفسها بالشاسيه اللي بره. يعني انا بلاقي نفسي جاي هنا مثلا لو دي لوحه كهرباء بتلاقي الثلاث مسبارات تمام الواحد الاثنين الثلاثه، بلاقي طرف للنيوترال وبلاقي طرف بارة كده ماسكه في جسم البانل نفسه تمام. بلم كل التقريض كل الكابلات اللي هي يعني ما فيش فايده من السوكت دي ان في فتحه للارضي وما فيش اصلا جواها كابل، فهو بياخد كل الكابلات بتاعت الارض من الكابلات بتاعته وبيروح على الطرف اللي هو في اللوحه اللي هو بتاع الارض تمام. عشان لو حصلت اي شحنات او حصل اي شورت سيركت تمام ممكن يروح للارض. طبعا بعد ما خد الارض هنا تمام يروح ربطه بمين؟ يروح بقى طالع بره حوالين المبنى. ناس كتيره جدا في الشغل بره في البيوت بالذات ما بيعملش اصلا طريق تمام، ما بيعملش طريق. طبعا من الاشتراطات المهمه جدا دلوقتي في كود البناء السعودي موضوع الطريق في كل المباني تقريبا. فانت بتعمل التقريب ده بتعمله ازاي؟ بتجيب الكترود، الكترود ده بيبقى مثلا 2 متر 40 او 3 متر وبتعمل حفره في الارض، حط المفروض كان زمان بيحطوا فحم وملح دلوقتي بيحطوا حاجه بيسموها جيم او بيسموها جراوند انهانسمنت ماتيريال، ماده كده عامله زي الاسمنت كده بتزود الكوندكتيفيتي او التوصيليه وبياخد الطرف ده ويروح موصله للارض بحيث اي شحنات تمام زايده بتروح رايحه للجزء ده. احنا بنعمل ايه بقى في الطاقه الشمسيه؟ بنوصل، لازم توصل، وفي ناس كتير ما بتعملهاش، لازم توصل كل الشاسيهات اللي هو الفريم الخاص بالالواح تمام لازم يتوصلوا بالارض، ولازم الاطراف بتاعه الانفرتر لازم توصل الجراوند بتاع الانفرتر توصله بالارض. يعني انت لازم تلم كل الاطراف اللي جايه من الشاسيهات بتاعه اللوح تمام وتوصلها بالارض. دي حته مهمه جدا لان لو انا عملت مش تقريض في منظومه الطاقه الشمسيه بتعمل لي مصايب، يعني فجاه كده بتلاقي المنظومه كلها حصل فيها مشاكل كبيره. يعني